اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتنمير. الناس طبعا مفتقداني، كانت عايزة تعرف ان كنت فين الايام اللي فاتت دي كلها. النهاردة انا رجعت لكم تاني، بس جاي لكم في حدث تاريخي عظيم. النهاردة عيد ميلادي. النهاردة 15/9 عيد ميلادي. انا بقى عندي كام سنة؟ بقى عندي 34 سنة. بس انا هسألكوا سؤال وانا راضي ذمتكم، انتوا يرضيكوا ان يوم عيد ميلادي يجي من غير ما يكون معايا ال 1080 تي اي؟ ده امر ما يرضيش ربنا، ده امر ما يرضيش ربنا. انتوا يرضيكوا، انت يرضيك ان ما يكونش معايا 1080 تي اي؟ وانت ايوه انت بتبص لي كده ليه؟ انت يرضيك؟ طبعا ما حدش يرضي. ده انا من وانا صغير، من وانا لسه عندي سنة او اقل من سنة كمان، نمت شايلاني وانا عمال باصص لفوق، عمال بتخيل وبحلم بال 1080 تي اي. ايوه هوريلكوا الصورة اهو. عشان كده انا كان لازم اجي يوم عيد ميلادي وانا معايا ال 1080 تي اي. ايه ده؟ هو سخط كده ليه؟ ايه ده؟ 1 جيجا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللي جاب العلبة دي هنا؟ مش ده؟ وسايبني كده عمال احضر فيك وابوسك. مش يا عم، انا اسف يا جماعه. ادي ال 1080. ده النهارده العيد عيدين. عيدين. عشان ده أول مرة يوم عيد ميلادي تبقى معايا كارت وحش زي ده. أول مرة. تعالى كده جنب شعار انفيديا. يا سلام، صورة جامدة أوي، صورة للتاريخ. الصورة دي للتاريخ. طب انتوا تعرفوا حاجة؟ تعرفوا ان انا لغاية يوم الاربع اللي هو يوم 13 ما كانش معايا الكارت؟ انا يوم الاربع الساعة 4:30 كنت متضايق وزعلان، قاعد زعلان ازاي يبقى عيد ميلادي بعد بكرة ومش معايا ال 1080 تي اي. انت جبت التليفون فورا وكلمت هاي اند، الو انا عايز بكرة الصبح ضروري يكون عندي جيجا بايت اوروس جي تي اكس 1080 تي اي اكستريم بكره الصبح ضروري باي طريقه. لان خدوا بالكم انا ليه قلت كده؟ لان شركه الشحن المفروض لغايه 5 بتبدا تاخد اقصى حاجه عشان تاخد منهم الحاجات وتبدا تشحنها، بحيث تشحنها اليوم اللي بعده. فلو انا ما لحقتش قبل 5 كان ممكن الكارت مثلا يوصلني يوم السبت ولا حاجه، وانا باي طريقه كنت عايزه قبل عيد ميلادي. كلمتهم قبل 5 وخلصت الموضوع، وفعلا قالوا لي بكره يكون عندك الكارت، بكره الصبح يكون عندك الكارت. وفعلا يوم الخميس الصبح وقبل الساعه 12 الكارت كان موجود في بورسعيد، ورحت استلمته ودفعت الفلوس ساعات وانا بستلم. وهي الفاتورة ايضا.
شايفين دفعت كام؟ 18,000 لحلوح. قلنا ليه هنحل بحلوح ليه؟ كلها ليه؟ وعايز اقول لكم على حاجة، هاي اند دي شركة ليها معاها ذكريات جميلة جدا، لان ده اول شركة اجيب منها كارت هاي اند بعد الجي تي 240. كارت الجي تي 240 ده فضل معايا كذا سنة، فضلت مدة كبيرة ما اجيبش كروت، عشان قررت ان بعد الكارت ده مش هجيب الا كارت هاي اند. قلت مهما الموضوع خد من وقت، بعد الكارت ده مش هجيب الا كارت هاي اند. وفعلا اول كارت جبته بعد جي تي 240 كان هو كارت 980، جبته من هاي اند. هاي اند مش بس جبته منها 980، ده هما كمان اللي جبت منهم البورده الجيجا بايت زد 87 اكس اوس فورس، وهما كمان اللي جبت منهم البروسيسور اللي هو الكور اي 7 4790 كي. يعني يعتبر جبت منهم حاجات كتير من الجهاز الهاي اند اللي انا كنت جايبه. ال 980 تي اي ما جبتوش من هاي اند، تقريبا ما كانش عندهم وقتها او حاجه، وانا كنت مستعجل جبت من البركه. انما ال 1080 تي اي عوده مره اخرى الى هاي اند. الكارت الوحشة صورة عن قرب، صورة دي التاريخ، جيجا بايت اورس 1080 تي اي اكستريم. اقول لكم حاجة بصراحة، احساسي دلوقتي انا بحس يا جماعة الكارت ده بحس انه زي ابني. لا بكلمكم بجد، انا بحس ان الكارت ده زي ابني. بصوا ممكن تبصوا مثلا في دعوة، بحس انه زي ابني بالظبط. ممكن ادلعه مثلا. هتقولوا على ايه؟ ما نقوله بقى، انا الكارت ده يعني استنيته مدة طويلة قوي. قولوا عليا اللي تقولوه، بس انا خايف بعد كل دوت اقعد ابص في الكارت واحضر في الكارت واحب في الكارت، وفي الاخر اجي افتح العلبه الاقي كارت 1050. ربنا يستر. انا اتعقدت من الحاجات دي. ربنا يستر يعني بجد والله. انا سعيد جدا 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 يا جماعه، وباذن الله انتظروا قريب فيديو الانبوكسنج للوحش الجديد دوت. انا في قمه سعادتي النهارده، في قمه سعادتي. وطبعا الكارت يا جماعه كان لازم انجز واجيبه بسرعه، لان الناس حذرتني قالوا لي خد بالك يا فادي، انجز انجز الكروت هتغلى. كان لازم الحق وجايبه في وقت مناسب في عيد ميلادي ده. حتى جوجل، انا جاي افتح جوجل دلوقتي، اتلاقيت جوجل عامل لي شموع وبيقول لي عيد ميلاد سعيد يا تفجير. عيد ميلاد سعيد يا تفجير، يا سلام، احساس جميل ان حتى جوجل يعيد عليا. بس مش عيب عليكم؟ عيب عليكم؟ بقى جوجل يعيد عليا وانتوا لا؟ يلا في الكومنتات هستنى منكم كلام جميل، هستنى منكم كل سنة وانت طيب يا فادي، والعيد أحلى مع ال 1080 تي اي. وشكرا جدا ليكم، وإلى لقاء آخر. تفكير أنت في الفيديو.